جماعة أبو براك تفضل أخ نبيل الفضل. جماعة يا أخوان ما يحتاج أكرر الحين بصوت، اللي مأيد بيرفع إيده واللي معارض لا يرفع إيده. توقيت توقيت أخ. أنا أشكر الأخ حمدان اللي شرح لنا أبعاد اللجنة اللي مقدمينها. هذه حكومة داخل حكومة، أنت بتشرف على الأخلاق وعلى العادات وعلى التقاليد وعلى القانون، شو هالسالفة؟ عشان حاطين لنا شرطة وحاطين لنا جيش وحاط، شو السالفة؟ ما يصير، حدد، ما يصير بالطريقة هذه. بعدين خلص. أنا عندي سؤال حق إخوان، كم لجنة ظواهر سلبية هذا المجلس أنشأ وما هي النتيجة منها؟ ما استفدنا أي شيء، بس تضيع وقت. أنا أبي الإخوان هذول جهدهم يحطونه في اللجان مالت المجلس، خلنا نطلع بنتائج حق العالم، مو بس شعارات، ماكو شيء. هالكلام هذا يخوف، والله خوفني، ولا أنا ما عندي مانع الحين أنا ضدها. مشكور أخبارك، خلاص خلاص، راح أصوت تكلموا اثنين وتكلموا.